نشوف تالت المفاجآت النهارده، ونشوف مفاجأة برضو حضرينها من خلال سهرة مع للنجم وليد سليمان. Good evening وليد. Coach Patrice, I hope you feel good. مساء الخير يا وليد، أنا المدرب باتريس، أتمنى أن تكون بخير. علمت أن هذه حلقة خاصة من أجلك، وحقيقة أود أن أشكرك أولا على كونك رائعا طوال الموسم الماضي معي. كان شرفا لي أن أكون مدربك لأنك شخص لطيف، أحترمك كشخص وبالطبع كلاعب. كنت منبهرا بموهبتك وروحك العالية في كل يوم وشخصيتك القيادية في الفريق. أنت لاعب رائع، أشكرك على منح الفرصة لكي أكون مدربك. لقد كانت لحظات رائعة سويا من دور المجموعات في دور أبطال إفريقيا وحتى الوصول للمباراة النهائية. كنت حزينا لأننا لم نفز باللقب لأنكم كنتم تستحقون التتويج، ولكن هذه هي كرة القدم، علينا أن نتقبلها. أنا متأكد بأنك ستحقق اللقب هذا الموسم مع زملائك، ومرة أخرى أريد أن أتمنى لك الأفضل. أفتقدك بشدة لأنها كان من الرائع أن نعمل سويا، لأنه كان من الرائع أن نعمل سويا. استمتع بليلتك في هذا الحوار، أراك قريبا. راجل جميل جدا. يعني حتى اللعبة كلها بتتكلم على مستر كارترون إني شخصية. عشرنا مدربين كتير أجانب، لا هو حاجة مختلفة خالص على المستوى الإنساني. راجل محترم جدا على المستوى الإنساني والمستوى الشخصي، بيهتم بحاجات كتير جدا، بيهتم باللعيب دايما، أسريا كمان بيسأل على اللعيب ودايما وعلى أسرته وعلى أولاده كده. راجل محترم جدا. أنا بعت له تهنئة بكأس السوبر الأفريقي. السوبر الأفريقي كسب، وربنا يوفقه واتمنى له التوفيق. وأنا طبعا شرف لي أن أنا اشتغلت معايا. تمام، قبل بس ما نكمل كلامنا، لأن المرحلة اللي جاية